رمضان شهر مشبع بالملايين. ملك ولا كتابة؟ طب قطعي بقى براحتك، قطعي زي ما انت عايزه. بس انا والله كنت لطيفه، ده انا جبت لك سؤال تحفه. والله ما تضمنيش اللي جايه كتابه، انا بقول لك اهو اعملي اللي فعلا اعملي اللي جاي، وانا عندي هنا دينا بتهدد المذيع دماغ نار. مين اللي لو طلب منك تبطلي الرقص توافقي، ابنك ولا جوزك؟ ولا ده ولا ده ولا واحد. متمسكه قوي بالرقص يا دينا، بتحبيه قد كده؟ بحبه جدا، وما انا شخص لا يقبل بالتوجيه. لو ابنك قالك مش هشوفك تاني يانا يا الرقص، خلي بالك احنا دراعنا ملوي، ما يشوفنيش. معقول؟ اه، لاني حبيته بعد كل اللي قلتيه ودموعك اللي نزلت في حب علي دي. لان انا حبيته، ما ينفعش يقول لي كده، ما ينفعش يكره حاجه انا بحبها. ملك ولا كتابه؟